كان لعشاق الموسيقى الصوفية العريقة موعد أمس الأحد مع سهرة سماع صوفي اهتزت لها جدران دار التازي، واستمتع بها الجمهور الوفي للنسخة 19 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة. وأبدعت مجموعة المسمعين للطريقة الحبيبية من تازة في الإنشاد الديني وترديد الأذكار في جو من الخشوع والتبجل أمام خالق البرية، مبتكرين بذلك جوا من الورع الروحاني العميق. وأعنا على طاعتك وخدمتك وطهرنا تطهيرا نصلح به لحضرتك ولقينا بك وزدنا فيك تحيرا.